أول المونديال لحد النهارده في سوبر ليج دايما هتلاقي فقره درس من وليد الرجراجي في المؤتمر الصحفي لكذا، وكل مره بيكون في درس حرفيا. يعني النهارده مع خالد عامر، بما انه بنلعب كل مره لعبه في اخر الحلقه، لعبتنا النهارده مع الرجراجي شخصيا. كميه من التصريحات تكاد تفوق مثلا 20 30 جمله قالهم الرجراجي في كافه المؤتمرات ما قبل وما بعد المباريات. النهارده مع خالد، هو قرر يختار ثلاث تصريحات من الرجراجي في كاس العالم كانوا غير الباقي، كانوا نقطة تحول، كانوا نقطة استفاقة، كانوا مؤثرين في مسيرة المغرب حتى الآن في كأس العالم من رقم 3 لرقم 1. اتفضل يا فندم. من رقم 3. اوكي. يلا يا فندم. من رقم 3 خلينا نبدأ لدينا الكثير من نقاط الضعف. يلا. حلو. ده كان إمتى الأول؟ ده كان قبل ماتش البرتغال. حلو. البرتغال. يلا. إنه مدرب يطلع بدون ما يخسر. لدينا كثير من نقاط الضعف في جميع الفرق، ربما البرتغال. انت كملها اقراها للناس. انا بس بدون ما يخسر اوضه اللبس دي اهم حاجه. ان احنا نقول انه لدينا نقاط ضعف في جميع الفرق، ربما البرتغال تملك نسبه اقل من النقاط دي. التركيز بشكل كبير على الخصم سيخلق لنا مشكله، يجب ان نركز على انفسنا ونتطور. البرتغال هي المرشحه للفوز وجاءوا لتحقيق اللقب، فنركز على انفسنا ونريد. فكره انه مدرب بيقول الكلام ده قبل الماتش بدون ما يخسر اوضه اللبس، ده بالنسبه لي عظيم اكتر من ان هو عظيم. هو عارف لعيبته كويس. فكره ان هو يقول الكلام ده وهو فاهم انه بيقول تصريح زي انه البرتغال هي المرشحه للفوز، ان احنا عندنا نسبه اخطاء كتير والبرتغال اقل نسبه اخطاء مننا، بدون ما اللعيبه ما تتاثر بده وتنزل ارض الملعب نلاقيهم بريفورم حقائق، لكن من غير ما اقلل من نفسي. 100%. حلو. 100%. اوكي. رقم ده رقم 3. رقم 2 شوية مثير للجدل، بيقول الانتصار له عدة آباء. ماشي. ده كان امتى؟ والهزيمة يتيمة طبعا. ده كان بعد مباراة اسبانيا. المباراة دي حلوة قوي على فكرة، جدا وعجباني بشكل شخصي. بص، لانه ده على فكره احنا ممكن ناخده مبدا في الحياه، احنا ممكن نمشي بالموضوع ده اللايف ستايل. الفكره اللي عجباني هنا انه قد يبدو عليها ان هو بيهاجم الناس وبيقول انتوا ما عملتوش حاجه وبتاع، ولكن في 1 2 3 ماشي، انه لما يقول اقول شكرا لجماعه الكره وللاعبين ولا احد اخر، المحتلين الذين يقولون اننا من فعلنا هذا اقول لهم انني حتى لم افعل شيئا، لقد منحت فقط اللاعبين تلك الرغبه والحماس. طبعا. فقد يبدو على العنوان انه بيهاجم الناس، لكن العكس تماما. العكس تماما، هو بيدي الكريدت للعيبه بشكل كامل. فاهم قصدي؟ ذكاء ما شاء الله فوق الوصف من وليد الرجال. ده قبل اسبانيا بالظبط كده. ده بعد اسبانيا. مش في المؤتمر الصحفي، ده كان تصريح ليه في المواقع. أوكي. في تصريحات لوسائل الاعلام اللي كانت موجوده في الميكسيت زون يعني. بالظبط كده. بعدها كان في التصريح بتاع المؤتمر الصحفي بتاع البرتغال. مين الاول؟ ستسخرون مني بسبب نسبه الاستحواذ. حلو. ودي انا عايز اربطها بحاجه بتحصل حالا دلوقتي. ده قبل فرنسا صح؟ بالظبط كده. ده الجديد. حلو. ده في المؤتمر الصحفي. حلو. انا عجباني قوي كلمه هو قالها كده بالنص، صدعنا البعض بالاستحواذ والتيكي تاكا، والصحفيين الاوروبيين ينتقدون طريقه لعبنا لانه لا يروق لهم ان يروا فريقا افريقيا يلعب بهذه الطريقه. نريد الفوز من اجل افريقيا، وليست هناك طريقه واحده للعب. فرنسا في 2018 كانوا رائعين دون استحواذ، ولم تكن لهم 40 فرصه ضد انجلترا، والحفاظ على الكره مساله لا تهم. غدا ربما تسخرون مني بسبب نسبه الاستحواذ. فالبوتوم لاين ده رقم واحد. ليه رقم واحد؟ واقعي، عارف هو عايز ايه من الماتش، مش مهتم بالاراء اللي بتجول العالم. حلو الكلام. نطبقها ممكن على حاجه بتحصل حالا. كرواتيا الارجنتين. حلو. في الفصل دخلت بسرعه عشان اشوف الاحصائيات عامله ازاي. ارجنتين كسبانه 2-0. كرواتيا مستحوذه على الكوره بنسبه 62%. 62% مقابل 38% لفرنسا، ولكن كرواتيا شايطه 5 كور منهم 0 على الثلاث خشبات. الارجنتين شايطه 7 منهم 6 ما بين الثلاث خشبات، وهدفين. حلو. الواقعيه انا شايف انه المونديال الحالي مونديال هو انتصار للكره الواقعيه. صحيح. بكل ما تحمله الكلمه من معنى. وده اخترته رقم واحد لان وليد الرجراجي عارف هو عايز ايه من الماتش وعايز ايه من البطوله،
وموصله للعيبه كويس، واللعيبه قادره تعمله كويس على ارض الملعب. شابوه مغرب، شابوه وليد الرجراجي.